يا مساء الفل على كل اللي قاعدين مستنيين يشوفونا النهارده في حلقة جديدة من برنامج الحكيم في بيتك. كم مرة تمنيت ودعيت من ربنا إنك تنسى؟ تنسى شيء معين مضايقك وتعبك نفسيا. كم مرة النسيان كان هو طريق الخلاص بالنسبة لك؟ من علاقة عاطفية مش عايزة تكمل، أو موقف محرج مريت بيه، أو غلطة بتندم عليها. صحيح النسيان ده فعلا نعمة. لما يساعدنا نتخطى المواقف المؤلمه اللي مرت علينا ولما يخلينا نقدر نكمل حياتنا ونستمر فيما بعد. اشخاص كانوا في الحياه بالنسبه لنا مهمين جدا، فعلا نعمه واي نعمه كمان. ولكن كالعاده اي شيء بيزيد عن حده بينقلب لضده، فالنسيان نعمه طول ما احنا مسيطرين عليه وعارفين نوجهه تجاه الحاجه اللي عايزين نحرر نفسنا منها وننساها. ولكن للاسف بيكون نقمه كبيره لما ما يفرقش بين الحلو اللي عايزين نحتفظ بيه وبين الوحش اللي عايزين نمحيه ويبتدي ويبتدي يسرق منا حياتنا وهويتنا وقدرتنا على التواصل والكلام والتفكير ويخلينا حتى مش فاكرين احنا مين ولا الناس اللي بنحبها مكانها فين ومن هنا بيتحول النسيان من نعمه لمرض اسمه الزهايمر وشتان ما بين الاتنين يا اعزائي مرض الزهايمر ده بيحصل نتيجه تدمير في خلايا المخ بتاثر بشكل تدريجي على المناطق المهمه الخاصه بالذاكره والتفكير واللغه والحركه في الدماغ وبينعكس تدمير خلايا المناطق دي على المريض في سلوكيات كتير فتلاقي مريض الالزهايمر مثلا مش قادر يفتكر الاحداث القريبه اللي حصلت له وناسي اسماء اشخاص قريبين منه كمان هتلاقي عنده صعوبة كبيرة في التفكير واتخاذ القرارات، وطبعا فقدان لمخزون الذاكرة عنده لدرجة ممكن ينسى هو مين أو ساكن فين. ناس كتير بتستهون بمرض الزهايمر وبتفتكر إنه مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة، ولكن اللي ما يعرفوهوش إن مرض الزهايمر خطير جدا، لدرجة إنه مصنف بكونه السبب الرئيسي السادس للوفاة في العالم، تخيلوا؟ ده الى جانب انه منتشر جدا بين الاشخاص اللي عمرهم فوق ال 85 سنه ودول كتروا كتير دلوقتي بنسبه تبلغ 50% ودي الحقيقه نسبه كبيره وتخض. عادة الزهايمر ممكن يصيب الفرد بعد عمر ال 65 وفي حالات نادره جدا ممكن ينزل كمان للاشخاص اللي في الاربعينات والخمسينات. وفقا لمنظمه الصحه العالميه في دلوقتي حوالي 47.5 مليون شخص حول العالم بيعانوا من مرض الزهايمر والعداد بيعد ولسه هيعد حسب الاحصائيات اللي قالت ان الزياده السنويه لحالات مرض الزهايمر بتوصل لحوالي 7.7 مليون حاله جديده كل سنه علماء واطباء كتير قالوا زمان عن مرض الزهايمر اول ما تم اكتشافه انه مرض عضال ليس له علاج ولا يمكن الشفاء منه لكن الطب كل يوم في جديد وبعد الفاصل احنا هنقول لكم كل الجديد عن مرض الزهايمر وهل فعلا يمكن الشفاء منه ولا بنتصرف معاه ازاي وطبعا هيعرفنا كل المعلومات دي وغيرها على مدار الحلقه الدكتور طارق عكاشه استاذ الطب النفسي في كليه الطب جامعه عين شمس اللي هيشرفنا النهارده في حلقتنا دقائق وراجعين لكم استنونا اقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذل الوسع في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخر بكل زميل في مهنة التربية وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس والله على ما أقول شهيد مساء الخير مرة تانية بتمر الأيام والمواقف وكذلك الأشخاص وتبقى الذكريات الذكريات بس اللي بتبقى لنا من خلاصة السنين وبتفضل ساكنة عقولنا وقلوبنا وعايشين حياتنا بيها وعليها فبالتالي أصعب حاجة ممكن تعدي الإنسان هو أنه يصحى من النوم ويكتشف أن ذكرياته دي بقت ميح شقى عمره اللي قاعد يحوش فيه سنين وسنين مش فاضل له منه حاجة اسمحوا لي أرحب بضيفي الكبير الدكتور طارق عكاشة استاذ الطب النفسي في طب عين شمس اهلا دكتور أهلا طارق اهلا بحضرتك دكتور ايمن حضرتك مشرفنا في حلقه النهارده عشان يشرح لنا ويقول لنا ايه بقى حكايه المرض ده وازاي بيسحب مننا هويتنا بالشكل ده مساء الخير يا دكتور زيارتك عزيزه علينا جدا الله يخليك في الحكيم شوية. في بيتك وفي موضوع مهم والناس كلها بتتكلم فيه بس قبل ما اسالك الحقيقه الناس حولت الموضوع لشبه نكته شويه كل حاجه الزهايمر بدا الزهايمر اشتغل ومع ان المرض زي ما هنعرف من حضرتك انه مرض خطير ما هوش مرض بسيط واصبح من يعني من اهم اسباب الوفاه في العالم من العشر امراض الاولى من اسباب الوفاه في العالم فالناس ليه خدت الموضوع بنوع من الفكاهه شويه من التندر شويه هو اي حد بيخاف من اي شيء عاده بيتريق عليه اها آه فهنبص نلاقي حد. بالذات احنا يا فندم يعني. فهنبص تلاقي اي حاجه بنخاف منها كان في فتره من الفترات دلوقتي الناس بتخاف من ال... آه، الزهايمر مم. قبل كده كان بيخافوا من الايدز مم. قبل كده كان بيخافوا من امراض متعدده آه، الخوف من السرطان الخوف فكل ما حد بيتكلم في مرض اكتر او المرض ده بيبتدي يتعرف له اسباب او يتعرف له وسائل للتشخيص او يتعرف له وسائل للعلاج ساعتها الناس بتتكلم عليه اكتر آه. واحنا بطبعنا ممكن يبقى النكته او التريقه بيبقى احد الوسائل للتعبير عن خوفنا من شيء معين. ودي حاجه ممكن تكون كويسه ان احنا نبدا نعرفه ونتعلم كل و شيء عنه. حاجه و... نتكلم فيها اكتر بيبقى فيها اهتمام اكتر، أه. سواء على المستوى الشخصي او الاسري او على مستوى الدوله، طبعًا. فالاهتمام بالمرض نفسه في يجذب الاهتمام يجذب الاهتمام في طب نصلح بقى للناس لان انا بتغاظ من كلمه زهايمر دي حضرتك صلح لنا وقول لنا ليه هو اتسمى كده. هو المرض اسمه مرض الزهايمر، الف ولام دي مش الف ولام التعريف. طبعًا. فالزهايمر نسبه للمكتشف بتاعه العالم الالماني اسمه ايليوس الزهايمر واكتشفه 1906 وابتديتها بقى ابتدى الناس تتكلم عن الزهايمر يعني لما بحب اضيف الالف فلان اقول الالزهايمر مش, مش محتاجين مالرد الزهايمر عم. الزهايمر انما اقصد ما اقولش زهايمر لا زهايمر ده يبقى مش بتكلم عن حاجه لا تانية. حاجه ثانيه خالص طيب. هل كل من يكبر في السن متوقع يجيله الزهايمر هو كل ما حد بيكبر في السن عرضه لجميع امراض الشيخوخه ايوه بما فيها مرض الزهايمر انما النسبه ما تزيد كل ما يتقدم السن م. فمثلا فوق سن ال60 1% بس عرضه يجي له الزهايمر يعني التسعة 99 مش هيجي له اي حاجه نزيد تدريجيا لغايه ما نوصل عند سن ال90 تقريبا 40 ل50% من اللي فوق سن تسعين 90 سنه بيكون عندهم الزهايمر و40 ل50% ما عندهمش الزهايمر كمان م. م. فهي بتزيد كل ما السن يتقدم نسبه 40 50% نسبه كبيره بعد سن ال 90 يا فندم اه, آه احنا لازم نشوف متوسط العمر قد ايه ما دلوقتي بدا يزحف ناحيه ال 80 بالظبط متوسط العمر يعني منظمه الصحه العالميه شايفه ان خلال الفتره اللي جايه يعني احنا عندنا مثلا في الوقت الحالي في العالم كله تقريبا 47 مليون مريض عنده دمنشأ اللي هي بيسموها الخرف الخرف الالزهايمر احد اسبابه أوه. وبعد كده متوقع سنة عشرين النسبة دي هتزيد هيبقى فيه تقريبا خمسة مليون نسمة في العالم كله <applause> وعلى عشرين خمسين هيوصلوا يبقوا 131 مليون نسمة عندهم <applause> سبعين في المئة من الزيادة دي في البلاد اللي هم بيسموها البلاد اللي لسه بتتقدم البلاد الناميه, النامية اللي هي افريقيا وجنوب شرق اسيا وما الى أيوة. ذلك ليه لان متوسط العمر عمال يزيد يعني م. احنا عندنا في مصر هنا كان من قيمه 20 سنه متوسط العمر 50 سنه للراجل و, سنة و 54 سنه للسيده أيوة. النهارده متوسط عمر الراجل اللي بيتولد النهارده تقريبا 70 سنه والسيدات 74 م. متوقع يزيد يوصل للثمانينات بعد كده زي ما وصلوا في اليابان م. فكل ما هتقدم السن كل ما العرضه للاصابه مره ثانيه حاجات بالزيت. ما كناش بنشوفها زمان بالظبط صح. صح طيب عشان برضه نفرق للناس إيه حضرتك جبت سيره خرف الشيخوخه الدمنشيا آه. والالزهايمر آه. من غير تفاصيل علميه صعبه آه. ايه الفرق بينهم في اللي بيحصل في المخ؟ هو العنوان الكبير هو الدمنشيا او خرف الشيخوخة ايوه الزهايمر يكون 60% آه. من خرف الشيخوخه آه. في 40 التانيين بيخش فيها امراض تانية زي احتشاءات المخيه دي بيبقى سببها مثلا اللي عنده ضغط وسكر بس مش بياخد العلاج بانتظام فبيحصل خلل وعلو ونزول في الضغط والسكر فده بيؤدي الى نوع انواع الاحتشاءات البسيطه في المخ اللي هي انقطع الدم عن حته الدم بيوصلش الحته دي ما بتشتغلش كويس أيوة. في انواع تانية من الخرف اللي زمان كانوا بيسموها زي جنون البقر اللي هي جاكوب في ديزيز في بعض الخرف ممكن ينتج عن مرض زي باركنسونز ديزيز بس كل دول أربعة 40% فقط لا غير و60% هو الالزهايمر فعشان كده بقى الالزهايمر هو الاشهر لان هو الاكثر انتشارا انتشارا طيب امتى بقى شخص تجاوز الستين 60 وال65 وال70 نبدا نشك هو يشك هل ممكن هو يشك او اللي حواليه يشكوا انه بدا يجيله الالزهايمر ممكن لان احنا عندنا الزهايمر عشان نسهله بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي اهم مرحله ان اول حاجه بيحصل بيها يبقى فيه فقدان للذاكره للاحداث القريبه. وهنا بعد اذن حضرتك عايزين نحط عشرين خط تحت الاحداث القريبه لان معظم الناس عندها اعتقاد خاطئ ان الذاكره الحديد هي الذاكره القديمه. الذاكره القديمه دي خلاص خزناها وبقت موجوده في مخنا ولما نحب نستدعيها بنستدعيها ومش هننساها <applause> انما هي ان احنا نخزن ذاكره جديده هي تبقى مشكله <applause> فاول عرض فقدان للذاكره للاحداث القريبه <applause> والناس كلها تيجي تقول لك لا لا الذاكره تمام ده فاكر سنه مش عارف 74 <applause> <أربعة تصفيق> حصل ايه ده ما <applause> يهمنيش انا يهمني حصل ايه من ثلاث ايام <applause> فدي اول نقطه فقدان الذاكره الأحداث القرايه يليها يبتدي يبقى في بطء في اداء المهام كلها البطء في آه ان هو مثلا يقرا حاجه البطء انها بتوضب حاجه في البيت البطء ان هو بيادي حاجه كان بيأديها كان معتاد يعملها كده. بشكل معين وفي وقت معين تاخد بدا يزيد اطول كمان أو. أو. بعد كده يبتدي ان ادراك المكان والزمان يبتدي يختل شويه دول بيبقوا المراحل الاولانيه من غير اي حاجه ثانيه اشك المريض بيبقى حاسس ان هو مش فاكر شويه الاهل بيبقى شايفين بس للاسف معظم الناس ثقافتهم بتقول ان ده كبر في السن وده حاجه متوقعه كبر السن ملوش دعوه بالذاكره ملوش دعوه بالذكاء ملوش دعوه بالقدرات مم. كبر السن حتى لو هيحصل فيه بعض التغيرات المعرفيه فهي تغيرات بسيطه جدا الحاجه الاهم منها بيبقى فيه بس بطء عدم ذلك ما المفروض ما يبقاش فيه الحاجات الثانيه دي خالص في حاجات تانيه بتزيد بقى في المرحله الاولى كمان ان الواحد انه يفتكر بعض الكلمات مم. يبقى قاعد مع ولاده على السفره يقول له مثلا ناولني البتاعه دي البتاعه دي بنقطع بيها بعد كده يفتكر كلمه السكينه مم. وهكذا يبتدي ان هو يحصل المرحله الاولى دي لو الاهل ابتدوا يكتشفوا بدري معنى كده ممكن يحصل تدخل بدري كوي. التدخل البدري مش هيشفي المرض بس هيبطئ من تدهور المرض احنا هنجي لها النقطه دكتور عندنا الحقيقه تقرير عملناه في احد دور المسنين واحد دور اللي بترعى مرضى الزهايمر وهنتفرج عليه دلوقتي معاكم وهنخلي الدكتور طارق باذن الله يعلق ويقول لنا رايه في اللي شافه في التقرير. عندنا عياده اكتشاف مبكر لمرضى الزهايمر والجمعيه بتحافظ على المستوى عندها صف اطباء بنحافظ على المستوى لان مرضى الزهايمر ثلاث مستويات المستوى الاولاني نحافظ عليه علشان ما يوصلش للمرحله الثانيه والثالثه عند الصف اطباء بيشرف على هذا الموضوع بعد ما بيدخل العياده وبنكتشف انه عنده عنده زهايمر بندخله رعايه عندنا بعد اشراف اطباء وفي الصف تمريض والرعايه ومريض الزهايمر طبعا بيبقى مفقود كل يعني مش مش مدرك باي حاجه حواليه عندنا مرضى الزهايمر بنوعيهم وبنهتم بيهم اول حاجه بنيجي نصبح عليهم وبنقومهم للفطار لازم نتعامل معاهم بطريقه كويسه عشان لو احنا شدينا عليهم ممكن يتعصبوا يضربوا بيتنفذوا علينا لمشاكل مريض الزهايمر بيبقى متعصب وعنده مت... هيبرة شديدة لازم نتعامل معاه بحنية عشان الحالة ما تسوقش أكتر من اللازم فلازم بناخده واحدة واحدة بنطبطب عليه بنكلمه بأسلوب كويس على أساس إن هو نحسسه بالحنين أهم حاجة بالنسبة لمريض الزهايمر هو المحافظة على المستوى على المرحلة اللي جه فيها بنحاول برضو مع الأهل بالتنسيق معهم ان هم يبداوا يدونا عن ذكرياته عن كان بيعمل ايه في طفولته عشان خاطر نبدا نوصله يتذكر بعض الشيء حتى يبقوا جايين عندنا الناس اللي بتبقى جايه ما بتتكلمش خالص ممكن يبدا يتكلم يبدا يتعامل على انه شبه طبيعي ما سالتش فيا, فيا <applause> يبقى كفايه عليا عشت ليالي هنيه احلم بيه مريض الزهايمر عندنا احنا اللي بنراعيه رعايه كليه. بنهتم بيه وبنهتم بحمومه وبأكله وبعلاجه وبنظافته، اهم حاجه نظافته الشخصيه. لو في اي حد عنده مريض زهايمر يا ريت يبدأ يبدأ يعتني بيه عشان ما يوصلش لمرحله متقدمه ودي بتبقى مراحل صعبه جدا المراحل المتاخره. بنقول لاهالي المرضى المسنين ان هم ما يتاخروش في زيارتهم. لازم على على كل اسبوع او اسبوعين حتى لو زياره حتى لو لمده عشر دقائق. عشان دي بتحسسهم بالامان، ما ينفعش ان هم يبعدوا عنهم مره واحده ويجيبوهم الدار وما يسالوش عنهم. دي بتاثر في نفسيتهم. الحقيقه تقرير مؤثر. الانسان يستحق الرعايه وانه يعيش بكرامته وبقيمته لغايه اخر يوم في حياته. مهما كان سنه وصل كام وحالته الصحيه فيها ايه وايه الامراض اللي بيتعرض لها. اذا ما فيش في بيوتنا رعايه كافيه ومتخصصه ومدربه ليهم لازم يبقى في دور تقوم بكده ونزورهم واللي يقدر يزورهم كل يوم يزورهم عشان برضه هو هيبقى عنده حياته وعاوز يستمر في حياته لكن ما ينساش الايدي اللي حنت علينا واحنا صغيرين وعطفت علينا واحنا صغيرين. دكتور طارق رأيك إيه في اللي شفته في التقرير ووجود هذه الدور والدور اللي بتعمله؟ طبعا مهم جدا يبقى فيه دور مسنين موجودة منتشرة في جميع مصر إنما لازم نفرق ما بين دار المسنين اللي هي لرعاية المسنين أي. وما بين المستشفى اللي بترعى مريض عنده مرض معين وما بين الزهايمر أي. لأن الزهايمر بيحتاج الخليط ما بين الاثنين ما بين دار المسنين والمستشفى في آن واحد لأن في بعد كده في مراحل الزهايمر في عنايه طبيه كتيره موجوده مش فقط العنايه اللي ممكن يديها أكثر دار المسنين اكتر من اللي بتبقى موجوده بالزبط. في الدور دي. فدار المسنين بيبقى للمسنين الحالات الزهايمر في المراحل الاولى انما بعد كده بيبقى في احتياج للمستشفى مصر في الوقت الحالي بتفتقر لوجود دار او دور لعلاج او للتعامل مع مرض الزهايمر فقط بالزات. لان لما بتزيد بعد المرحله الاولى دار المسنين بيبقى صعب ان هم يتعاملوا معاهم والمستشفى بتبقى بدري قوي في المرحله الاولى أيه. ففي فجوه في النص المريض ما بيبقاش او اهل المريض مش عارفين يروحوا فين فجوة كمان مسنين او مستشفى انا اتوقع ان كمان في فجوه في المهارات والايدي المدربه على الحاجات دي طبعا يعني في عندنا ارقام وفي عندنا احصائيات وعارفين اللي هيحصل زي ما قلت لحضرتك الارقام اللي كانت موجوده على مستوى العالم احنا عارفين من الجهاز المركزي للاحصاء في الوقت الحالي ان 7% من شعب مصر فوق سن ال 60 يعني عندنا 6 مليون نسمه فوق سن ال 60 متوقع ان هم يبقوا 11% سنه 2030 يعني هيكونوا تقريبا داخلين على 11 مليون يبقى معنى كده لو حسبنا النسب يبقى احنا عندنا النهارده تقريبا من 300 ل 400 الف مريض عنده الزهايمر متوقع يوصلوا ل 800 الف المليون سنة 2030 مين هيرعاهم دول وفين الارقام موجودة مم. طب فين بقى البداية ان احنا هنبتدي دلوقتي نعمل شغل نعمل دار نعمل رعاية نعمل خطط ازاي نتعامل معاها وما نبقاش زي ما كان بيحصل قبل كده ان احنا نبقى رد فعل سنه 2030 نكتشف ان هم مع مليون مريض الزهايمر طول مليون طول مليون يعني انجلترا عندها ارقام عندها سنه 2020 عندها مليون مريض الزهايمر 2030 عارفه ان هيبقى عندها مليون و700 الف مريض الزهايمر وبيعملوا الهيلث سيرفيسز بتاعتهم او الصحه بتاعتهم على هذا الاساس في آه ورعايه الناس دي يا فندم بتخش في التامين ومشروع التامين الصحي التامين بيخش فيها كل حاجه ده حقهم ده في ماده في الدستور موجوده عشان المسن ورعايه المسن طبعا انما للاسف في كل أحواله. عشان الامكانيات والفلوس ضئيله بس اقعد اكله واشربه واحميه ده مش ده الحل لا مش ده مش ده, ده, ده الحل. في امراض هيدخل فيها حضرتك هتكلمنا دلوقتي على المراحل احنا اتكلمنا عن المرحله الاولى تمام يا ريت حضرتك تنور ده بقى المراحل المرحله الثانيه بقى حضرتك كل حاجه في المرحله الاولى بتزيد بما فيهم فقدان في الذاكره للاحداث القريبه بعد كده بيبتدي ان المريض يبتدي يحصل عدم القدره على التعامل مع الزمان والمكان وان هو يبقى عنده خطه للشيء اللي بيعمله، مم. بمعنى هنخرج من هنا هنروح الحته الفلانيه هنخش يمين شمال الحاجات دي كلها ما فيش. بيبتدي بعد كده يحصل ان المريض ممكن يكون مش عارف الفرق بين الصبح وبالليل هو بيعمل ايه هو فين يبتدي ينزل ويتوه. مم. هنا الاهل بيفتكروا بقى ان دي بدايه التعب فيجي يقول والله الحاجه نزلت من البيت امبارح قعدت بره ست ساعات واحد من الجيران بالصدفه لقاها روحها تاني. هي تاهت احنا في المرحلة الثانية خلاص يعني المرحلة الأولى عدت من غير ما حد يبقى دريان بيها. المرحلة الثانية تبقى أصعب مرحلة بالنسبة لراعي مريض ألزهايمر وده يا ريت نبقى نديله كلمة لوحده بعدين اه. راعي مريض ألزهايمر ليه؟ لأن أي حد عنده طفل بيحطه في مكانه الطفل بيفضل مكانه بيغير له هدومه والحاجات دي كلها. إنما راجل أو ست في سن السبعين أو الثمانين وزنهم تسعين مئة كيلو أيا كان هنحكم الحركة إزاي مم. لما ابني بقى قاعد مع والده قال والده يقوم الساعة خمسة الصبح يلبس هدومه رايح فين يا بابا راح الوزارة عندي اجتماع مهم أنا بشتغل وكيل وزارة مش عارف إيه مم. هيوقفوا إزاي يقول له يا بابا أنت بقالك 15 سنة على المعاش أوه. واحدة نازلة رايحة رايحة فين يا ماما أنا نظرة المدرسة طابور الصباح الساعة سبعة ونص لازم موجودة مم. يا ماما أنت لك 20 سنة طلعتي معاش الابن أو البنت هيتعامل مع الأب أو الأم أو الجد أو الجدة إزاي في المراحل دي النوم بيبتدي يحصل فيه لخبطه، السلوكيات بيحصل فيها لخبطه، حتى المشاعر يبقوا قاعدين بيفطروا الصبح الاب مع بنته وابنه مثلا، فيقول لهم احنا هناكل استنوا اندهوا ماما عشان تفطر معانا يقولوا له ازاي ان ماما بقى عشر سنين متوفيه، هو لو هيسمع الخبر اكنه اول مره بيسمع الخبر اللي هو نسي. فهنا بقى بتبقى كل المشاكل اللي بتبتدي تحصل راعي مريض الزهايمر بيبتدي يعاني بشده بسبب مم. الاعراض دي كلها. بعد كده يبتدي يحذر بعض الاعراض اللي احنا بنسميها الاعراض الاكتئابيه وبعض الاعراض الذهنيه الاعراض الذهنيه معناها بعض الهلاوس البصريه يبتدي المريض او المريضه يبقى قاعدين في الاوضه يقولوا له يقول الابن او بنته مشوا العيال اللي بيلعبوا هناك مين ده اللي داخل من الشباك بيبتدي يبقوا شايفين حاجات مش موجودة. حاجات تغيرات في المخ بالظبط آه. ده بسبب المرض نفسه طبعا كل الحاجات دي محتاجه تدخل علاجي حتى لو ما هنحسن جزء المرض المهم اللي هو فقدان ذاكره الاحداث القريبه لازم نتعامل مع التغيرات السلوكيه والنفسيه اللي بتحصل لمريض الزهايمر بعد كده المرحلة الثالثة كل ده بيزيد لغاية في الآخر بيكون المريض محتاج الأكل والشرب وحد يغير له ويلبسه زي الطفل بالظبط. هنتكلم يا دكتور طارق مراحل المرض النهائية زي ما اتفقنا بعد الفاصل القصير دوت. الحقيقة يا جماعة الزهايمر لعنة بتصيب المخ وبتسحب منه كل يوم ذكريات خاصة بينا وبحبايبنا لحد ما يخلينا تايهين زي القشة في الريح وده الفرق بينه وبين النسيان العادي الطبيعي. طب هل المرض ده له علاج؟ وهل نقدر نحمي نفسنا منه؟ هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني نجاوب على الاسئله دي كلها مع الاستاذ الدكتور طارق عكاشة استنونا رجعنا لكم مرة تانية، بكل تأكيد أصعب موقف ممكن يمر على الإنسان هو إنه يحس بالغربة وهو وسط أهله وناسه، والأصعب إنه يبقى كمان غريب عن نفسه وبيتفرج على حياته من بره وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل له ولا حتى قادر يتحكم في إيه اللي ممكن يحصل له. الأصعب والأصعب هو التشخيص الغلط للمرض والخلط بينه وبين الأمراض التانية اللي بيؤدي لتأخر اكتشاف المرض وظهور مضاعفاته. كنت حضرتك بتكلمنا دكتور طارق قبل الفاصل على المراحل النهائيه للالزهايمر بعد المرحله الاولى والثانيه بتقدي... بتيجي المرحله الثالثه في المرحله الثالثه طبعا كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الاول بتزيد اكتر كمان لغايه ما المريض يبقى محتاج رعايه تامه مم. رعايه تامه من عن حد ياكله او يشربها او يغير لهم او مم. ما الى ذلك عايزين نشبه الذاكرة اللي بتروح زي المكنة اللي بتقص النجيلة. بتبتدي في المكان ده وبعدين تبتدي تمشي لغاية الآخر. فإحنا بنبتدي في الوقت الحالي في الذاكرة وتبتدي تزحف لورا. آه. فممكن في المرحلة نوصل لمرحلة إن الابن أو البنت بيدوا الأم أو الأب حاجة ياكلوها هم بيبصوا لهم مش عارفين دول مين. م. ده بيبقى بالنسبة لراعي مريض الزهايمر صعب جدا. إحنا ممكن نقول كلام سهل، ممكن نقول للناس مثلا يبقى تأكل المريض وتشرب المريض هو كلام سهل بس حد فعلا جرب ازاي يغير بيجامه او قميص نوم لراجل او سيده فوق سن ال 70 او الثمانين 80 وساعات حجمه كبير ووزنه طبعاً. كبير نسندهم في الدش ازاي؟ نغير الملايه من تحتيهم ازاي؟ ناكلهم ونشربهم من غير ما يشرقوا ازاي؟ مم. فكل دي بتبقى في المراحل الثالثه اللي بيحتاج رعايه يعني ساعات في بعض الناس بيسموها المرحله الطفوليه يعني محتاج رعايه زي طفل. بعد كده بتحصل الوفاه. فيبقى ده ثلاث مراحل بيمر بيها مرض الزهايمر والتوعيه بتكون ان احنا نحاول نكتشف المرض بدري لان كل ما كان فيه اكتشاف للمرض بدري كل ما كان التدخلات اللي ممكن تتعمل ممكن بتبطئ من التدهور بتاعها انا المرض. كنت اسال عليك في النقطه دي بالذات لان فتح. ممكن الطبيب اللي يشوف المريض يكون ممارس عام يكون طبيب اسره هل الالزهايمر واضح اوي في تشخيصه وسهل ولا بيتشابه مع اشياء اخرى ومحتاجه يعني حصافه من الطبيب وقراءه دائمه وتدريب عشان يقدر يطلع الحالات دي لا طبعا هي بتشابه مع حاجات كتير كل انواع الخرف الشيخوخه اللي بيحصل كل انواع الدبنشة ممكن ده يتحط في التشخيص الفارق زي ما بيقولوا طيب. انما كل الممارسين العام العامين او الاطباء اللي بيسموه اطباء البطنه او طب المخ والاعصاب والطب النفسي كل دول عندهم ضرائب الالزهايمر يعني احنا عندنا في جامعه عين شمس في عياده اسمها عياده الذاكره <applause> وفي معظم الجامعات في مصر في عيادة للذاكرة الهدف منها الناس اللي عندهم مشاكل في الذاكرة يشوفوها طبعا المترددين بيبقوا كبار على السن أكتر شوية إنما الهدف منها اكتشاف المرض مبكر <applause> وده يقلل خوف الناس لأن في ناس كتير يقول لك أنا عندي ألزهايمر لو أحد 30 سنة يقول لك أنا جالي ألزهايمر لا طبعا. عشان بنسى ما بيحصلش حاجة كده خالص عشان يبتدي المرض لازم يبتدي بعد سن الستين وال قلة الشديدة جدا اللي بتحصل قبل سن الستين ده بيكون فيه عامل وراثي جامد جدا جدا في العيلة وده أقلية ما كملوش 2-3% من عدد المرضى كلهم <applause> طيب التشخيص حضرتك بقى يعني عشان تقولوا ان ده الزهايمر فعلا التشخيص بيكون اخذ تاريخ المرضي للمريض نفسه بعد كده في بعض الاستخبارات انها بتتعمل زي اختبارات بندور فيها على الذاكره والتركيز ونشوف ازاي المريض بيقدر يسترجع المعلومه الذاكره اللي احنا بنسميها الذاكره الحديثه والذاكره القريبه والذاكره البعيده وفي بعض الاختبارات النفسيه اللي ممكن تتعمل تشوف ال ال الوظيفه بتاعه الفص الجبهي في المخ كل الاختبارات دي بتتعمل بعد كده في اختبارات معمليه بتتعمل لان ممكن نقص فيتامين ب12 ممكن يعمل اعراض مشابهه ممكن لخبطه في ال ال الغده الدرقيه ممكن تعمل اعراض مشابهه ففي بعض الفحوصات المعمليه اللي ممكن تتعمل واخيرا واهمهم اللي هو ما يطلق عليه الرنين المغناطيسي الهدف منه ان احنا بنشوف ان بيبقى في منطقه في المخ زي منطقه فرس البحر ومنطقه ثانيه اللي هو الفص الصدغي كل دول ممكن بتشاف فيهم بعض التغييرات طبعا عشان نقول التشخيص 100% لازم يبقى في عينه بتتاخد وده ما ينفعش يتعمل في المريض طبعا فنقدر نقول ان احنا نعمل تشخيص كلينيكي الالزهايمر بس ما نقول ان هو تشخيص ما في الماء مدعم ببعض طبعا الفحوصات. طبعا اه طبعاً يعني طبعاً نسبته بتبقى فوق ال 90% طبعاً. ومن هنا لازم بقى يبقى بدايه الرعايه والرعايه لازم تكون حاجه متكامله مش قبل, قبل الرعايه دكتور طارق تفضل. بس عايز اتاكد من حاجه ليه المرض ده خطير وليه دخل في العشر اسباب الاولى للوفاه في العالم كله لإن المرض من غير ما نتعامل معه هيدخلنا في الـ الـ الوفاه. مم. المرض بيجي في كبار السن فغالبا معاه أمراض أخرى، مم. ضغط، سكر، وما إلى ذلك من أمراض ممكن يبقى التحكم فيها مش مظبوط وعدم الرعاية يدخله في مضاعفات عدم الرعاية يعني. واكتشافها بيعمل كده كمان، مم. وخطورته كمان بتكمن في المشاكل الاجتماعية اللي ممكن تنتج عنه، مم. يعني زي ما اتفقنا في المرحلة الثانية بتبتدي يحصل تغيرات سلوكية وكل حاجة بتبقى أبطأ، فممكن واحد راح يقبض المعاش بتاعه في البنك، مم. يجي يمضي مم. موظف البنك يقول انا عارف حضرتك وعارف بنت حضرتك بتجوا مع بعض بقالكوا 20 سنه بس الامضه غير مطابقه حليني بقى المشاكل عشان يخلوا الامضه مطابقه مره تانية ويفتكر الامضه شكلها ايه وهكذا وهكذا عشان كده بره بيعتبروا التشخيص مبكر مش بس لرعايه المريض تشخيص مبكر عشان بره عندهم حاجه اسمها وصيه عندهم مم. حاجات بيعملوها يرتب اموره ويوزع املاكه فالتشخيص المبكر يكون المريض وهو لسه الذاكره والقدره بتاعته انه يتخذ قرارات قبل ما تروح خالص انما خالص. لما بنسيب الموضوع هنا بتبتدي يحصل مشاكل وخلافات وباي هل في وقايه يا دكتور طارق هل ممكن نبطئ العمليه دي ناخرها هيحصل لي الزهايمر اعمل حاجه تمنع انه يجيني مع... ما هو يعني. مفيش وقايه 100% انما آه. في حاجات اساسيات اول حاجه الحاجات الصحيه العامه اللي م. عنده ضغط اللي عنده سكر اللي عنده اي حاجه من الامراض دي يزبط. لازم يتبع العلاجات اللي موجوده عشان السكر والضغط يبقى زيهم زي اللي ما عندهمش المرض م. الحاجه الثانيه الرياضه الخفيفه جدا ونكتفي برياضه المشي الحاجه الثالثه وجدوا ان الناس كلها اللي بتستخدم مخها اكتر في عملهم السايبر عندهم مش ما بيجيش بس بيتاخر اكتر شويه فاستخدام مخنا اكتر فعشان بص لا اصابته مثلا لما بتيجي بيبقى مثلا في المهندسين المحامين الاطباء ممكن بيبقى يجي في سن متاخر شويه لان حياتهم بيبقى فيها استخدام وبيشجعوا الناس انها تلعب العاب ذهنيه وكلمات متقاطعه والشدوكو والقراءه كل الحاجات دي من الحاجات اللي بتساعد في بعض الناس بيقولوا في بعض الاكلات اللي ممكن بتساعد بس هي ما بتعالجش ان هم مثلا ياكلوا حاجات زي بيسموها بزيت جوز الهند ان هم ياكلوا حاجات فيها شطه عندنا فقره غذائيه النهارده طيب يعني هنجيب في نقاش فيها آه طبعا أيوة آه انما في حاجات بس ان احنا نقدر نقول وقايه 100% لا ما فيش في 100% ونفتكر دايما ان الاحتمال الاقل ان يجي لك الزهايمر والاحتمال الاكبر ما يجي الزهايمر لان الناس ما تبصش ما على النص بالله. الفاضي في الكوبايه نص على النص المليان, آه. المليان. آه. يعني الاحتمالات الاكثر ان انا ما يجيليش ما زي ما اتفقنا 40% بعد سن ال90 يعني 60% بعد مش سن مش هيجيلهم اه فما بال الاعمار الاقل اه. نيجي بقى للعلاج اول حاجه لازم نقولها ان لا يوجد علاج م. نهائي لمرض الزهايمر يعني فيش حاجه اسمها الزهايمر يخف لا الموجود في الوقت الحالي علاجات بتبطئ من التدهور بتاع المرض، يعني بدل ما المرحلة الأولى تاخد سنة وتخش في المرحلة الثانية سنة، السنة الثالثة يبقى المرحلة الثالثة، لا، ممكن نخلي المرحلة الأولى تبقى سنتين ثلاثة، المرحلة الثانية سنتين ثلاثة، يبقى في فترة أطول شوية، فترة أطول للمريض والراعي المريض إن هم يقدروا يستمتعوا بحياة أفضل شوية. كل العلاجات الموجودة في الوقت الحالي بتشتغل على ماده اسمها الاسيتايل كولين اللي موجوده في المخ والهدف منه ان هو بيزود ماده الاسيتايل كولين وكل الادويه اللي في العالم موجوده في مصر هنا يعني فيش حاجه موجوده بره مش موجوده في مصر وهدفها انها تطوي المرض مم. في الوقت الحديث اكتشفوا ان احد الاسباب مش بس ماده الاسيتايل كولين ما في ترسب لمادة بروتينية اسمها الامايلويد بتحصل على خلايا المخ م. طبعا لو قدرنا إن احنا نمنع إن الامايلويد يترسب في المخ يبقى هنا هنبتدي نتكلم بقى مش على ان احنا نبطئ من تدهور المرض ان احنا نمنع حدوث المرض خالص يعني في تقدم في الحته فيه تقدم دي في تقدم طبعا في ابحاث مبشره جدا موجوده على الفئران في الوقت الحالي ان ازاي يمنعوا ترسب ماده الامايلود ولو نجحوا فيها ممكن في ظرف 10 سنين 15 سنه نبتدي نتكلم على بعض العلاجات انها تخلي التحكم في الامايلود يبقى حاجه مختلفه فنمنع وده هيبقى الخطوه الايجابيه فنمنع. لا هيبقى حتى لو هيحصل في الاول أوه. يبقى ممكن التدخل حتى لو مش هيمنعوا تماما بس نقدر نقول الفتره الاولى بقى ممكن تقعد بالخمس سنين والعشر سنين مش لازم بقى يبقى التدهور السريع اللي بيحصل السريح. في الوقت دي الحالي دي هو اللي موجود. انا الحقيقه كنت حضرت محاضره لحضرتك في احتفال جمعيه الزهايمر مصر ووجهت كلامك للرعاه اللي أه. بيرعوا مرضى الزهايمر واتكلمت على التدريب واتكلمت على الدور وانها لازم تكتر وعايزين نتكلم شويه مع الناس دي الناس دي ابطال وناس صبوره وتتحمل وعايزين يعملوا لهم شويه دعم كده ونصايح من حضرتك سواء اللي عنده مريض فعلا دلوقتي او اللي ممكن يجينه حد مريض بعد كده كلمه ابطال اللي حضرتك استخدمتها طبعا دي كلمه يعني قليله هم اكتر من ابطال كمان لان اصعب حاجه ان حد يرعى انسان كان يمثل لي قيمه عاطفيه وفكريه وانسانيه ويشوفوا ده بيتدهور قدامه. آه آه سواء كان استاذه، سواء كان صديق، سواء كان أبو جده وجدته، آه والده والدته، ايا كان الحاجه ان يشوف التدهور ده بيحصل. كل الابحاث بتقول ان راعي مريض الزهايمر او راعي مرضى خرف الشيخوخه عامه. احتمال ان يجي لهم اعراض اكتئابيه واعراض قلقيه 60% أكتر من الناس اللي هم ما عندهمش حد بيراعوه. لان ده بتبقى رعايه زي طفل. اكل شرب نوم صحيان شرب سوائل حركه حنان. كل الحاجات ياخده في حضنه ويبوسه بس كل الحاجات دي لما بتحصل العائد اللي بيعود عليا ان انا لما بعمل كده باخد حاجه في المقابل اللي هو المشاعر جايه الناحيه الثانيه بس لما الناحيه الثانيه تبتدي الحاجات دي كلها تدبل ما بقاش فيه فكر ما بقى في تغير عقلي بقى في تغير سلوكي بقى في تغير في النوم بقى في تغير في كل الحاجات دي حتى كلها حتى رد الفعل ممكن يبقى عنيف رد الفعل ما غير مضمون آه. وبعدين يبتدي الواحد من كتر ما هو شايف التدهور ده يبتدي ضميره يأنبه لافكار بتجيله يبتدي يقول يا هو تعبان قوي او هي تعبانه قوي يعني لا ربنا افتكرهم ورتاحوا آه. مش يبقى احسن آه. بعد كده يلوم نفسه ازاي انا افكر بالطريقه آه. دي تجاه ابويا او امي او جدي او جدتي آه. فراعي مريض الزهايمر ده لازم لازم كل يوم يسيب البيت تماما ما بين 4 لست ساعات ما ينفعش يقعد مع 24 ساعه لان هيبقى بعد شويه يعني زي الموبايل كده زي ما بيقولوا هيفصل شحن مش هيقدر يكمل لازم كل يوم 4 لست ساعات الشخص ده او الشخصه يخرجوا من البيت يعملوا اي حاجه ثانيه يروحوا نادي يقعدوا في جنينه يروحوا السينما يتمشوا يروحوا يشوفوا يروح اشغالهم والله شغلهم بيبقى صعب كمان بره في بلاد زي الدنمارك والحاجات دي كلها لما في مريض عنده الزهايمر الشغل بيديك اجازه وتاخد مهيتك 100% عشان هما في ترعاه لان هم في وجهه نظرهم ايه لما حضرتك هتقعد في البيت ترعاه بتاخد مهيتك من الشغل ارخص من لو الدوله خدته في دار مسنين وصرفت عليه تمريض ودكاتره وادويه شوف النظره ازاي فخد مهيتك كامله بس اقعد رعاهم مم. مفيش مشكله من ناحيه دي. طبعا هنا عندنا مشكله لانه ممكن تلاقي واحده بنت متجوزة عندها ثلاث عيال ووالدها توفي وامها عندها الزهايمر هتعمل ايه؟ هتقعد مع مامتها ولا تقعد مع اولادها؟ والمشكله ما فيش حد اقدر اجيبه حتى بالفلوس يا دكتور طارق، ما فيش كوادر مدربه. كان في مشروع جمعيه الزهايمر مصر عملته قبل كده اللي هو مشروع جليس مريض الزهايمر او جليسه مرضى الزهايمر ودول كانوا ناخد الطلبه في سنه اولى وثانيه وثالثه في اجازه الصيف بتاعتهم ان هم يروحوا يقعدوا الاربع لست ساعات دول كجلساء ولا بيدوا ادويه ولا بيتحملوا بس يبقى جليس. انما لما كانوا بيروحوا هناك للاسف كان بيساء استخدامهم ان حد يروح يقول لك والله هم نايمين دلوقتي بس انت جيت وهتاخدوا فلوس طب في حتتين كده خدهم على ايدك ولا خش اعمل المواعين <applause> 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 فبيبتدوا بقى يعاملوهم معامله دول جايين يرعوا مريض مش جايين يشتغلوا فيعني حصل مشاكل كتير قوي في الحمايه يعني بره شغل كتير جاليس فأنا. مريض الزهايمر دي حاجه مهمه جدا مم. وعندنا في مصر هنا بعض الخدمات اللي بتعمل سواء عن طريق الجوامع او عن طريق الكنيسه او الحاجات دي كلها في ناس بيتطوعوا أنهم هم يعملوا ما يطلق عليه جاليس مريض الزهايمر. طيب الناس اللي محتاجه معلومات يعني حد عنده مريض او او يعني تشخص خلاص وعندي في البيت. أوه. عايز معلومات عايز اتدرب هل في امكانيات لهذا؟ أو في, في طبعًا. مواقع معينه اقدر ادخل عليها باللغه العربيه اخذ نصايح هل في خط ساخن اقدر اكلمه؟ في يعني, يعني الناس دي يعني عايزين شويه دعم مقر, يعني. مقر جمعيه الزهايمر مصر في مركز الطب النفسي مستشفيات جامعه عين شمس أوه. واحنا كل شهر لشهرين بيبقى عندنا ندوات وعندنا دورات تدريبيه بتتعمل في كليه التمريض في جامعه عين شمس للحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها زينا ناكل ازاي نشرب ازاي نمسك واحد من حمي ازاي ما يقعش يكسر مننا ده بتتعمل عشان راعي مريض الزهايمر يروح يحضرها فده ممكن عن طريق جمعيه الزهايمر مصر اللي موجوده في مركز الطب النفسي يبقى المعلومات دي كلها شكرا يا دكتور شكرا جدا على المعلومات ديت وبشكرك على جهودك العظيمه اللي بتقدمها دايما لمرضى الزهايمر واسرهم وبشكرك على وجودك معانا النهارده نورتني وشرفتني الدعم النفسي والاهتمام بمريض الزهايمر مهم جدا جدا انا عارف ان المرض صعب جدا ومتطلبات المريض بتكون شاقه ومش سهله ابدا بس صدقوني هم يستاهلوا مننا اننا نقف جنبهم ونساعدهم يعيشوا حياه كريمه ونرد ليهم الجميل اللي عملوه فينا سنين وسنين هنطلع اخر فاصل في حلقه النهارده ونرجع لكم مع دكتوره نانيس راجدين في مطبخ الحكيم في بيتك آه هتاخدنا معاها في رحله التغذيه لمريض الزهايمر عشان نعرف اسرارها خليكم معانا. تحياتي ليكم من مطبخ الحكيم. بيصاحب دايما مرض الزهايمر سدة نفس وصعوبات في الاكل بتخلي جسم المريض يتعب ويضعف اكتر عشان كده لازم نعرف ايه انسب طرق التغذية لمريض الزهايمر ونركز في اكله على حاجات معينة تبقى مليانة بالعناصر والمعادن اللازمة ليه وده بقى مهم الدكتورة نانيس النهاردة مساء الخير يا دكتورة شرفاني كالمعتاد الحقيقة الناس دول حبايبنا وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واحنا بنرعاهم اتكلمنا في الفقره الرئيسيه مع الدكتور طارق عكاشه على وسيله الرعايه ولما جه يتكلم في التغذيه قلت له لا احنا عندنا الدكتوره انيس بقى هتكلمنا الكلام الكبير في التغذيه <applause> ايه المشاكل بيبقى عند المرضى دول وتحتاج عنايه خاصه في تغذيتهم طيب خلينا نبتدي بالزهايمر هو مشكلتهم النسيان مش كده بيبقى مش قادر يتذكر كويس او عنده مشكله في الذاكره فحتى في الاكل نفس الحكايه مم. مريض الالزهايمر لما بيجي ياكل لدكتور دكتور ايمن ما بيقدرش يحدد لا كميه ولا نوعيه طبعا كويس ما بيقدرش يركز في كميه الاكل اللي كم بياكلها ولا نوعيه اسمه هيفتكر هياكل قد ايه هو يا اما ينسى الاكل تماما يا اما لو حضرتك سبته وحطيت له اكل قدامه هو ما بيختارش اللي المفروض ياكله ولا بيسيطر على الكميه اللي المفروض ياكلها طبع. ممكن يخلص الاكل كله طبع. فبالتالي دايما لازم يبقى احنا اللي بنراعي القصه دي مم. تاني حاجه الميه مهم قوي عشان ما يحصلش جفاف هل بيبقى عنده شهيه حكايه الشهيه دي برضو ملحوظه يقول إيه لك مش عايز ياكل دي حقيقه فعلا مش عايز يأكل. دي حقيقه فعلا أو. لانه حضرتك برضو خلي بالك في في مشكلتين اول مشكله الدراي ماوث اللي هو دايما ريقه ناشف فبيبقى مش جعان ومش عايز مشكله التذوق عنده مشكله في حاسه الشم وفي التذوق كمان فبيحسش بطعم الاكل فمش انترستد هو مش عايز مش يأكل. مهتم. ياكل مش مهتم بالاكل أم. كمان عاده هم كبار في السن فبيبقى في مشاكل في الاسنان فبالتالي في المضغ, المضغ. آه. آه. فبيبقى عنده مشكله إن مش ما يعني مش عارف ياكل فانا م. كمان وانا بحضر الاكل لازم اعرف ان انا وانا بقدم له الاكل يكون مستوي كويس قوي حاجات معموله بيوري حسب حاله المريض اللي عندي طيب قبل ما نتكلم بقى في النصايح وايه الاكل اللي يعني منصوح بيه ايه الحاجات اللي ممكن تضر مريض الالزهايمر ولازم يبعد عنها هو من اكتر الحاجات اللي تضر مريض الالزهايمر مينلي السكر السكر لإن السكر له تأثير سلبي على المخ على طول مم. دايركت. أكتر حاجة تخلي البني آدم العادي حتى ينسى. إنه يكون السكر عالي في الدم. آه عارف حضرتك حتى بيقول لك إيه حاجة اسمها فورجتفولنس، يعني اللي بينسى على طول ده اللي هو مثلا فتح التلاجة، كلنا عندنا الحكاية دي. أوه. نفتح التلاجة نقول أنا جاي آخد إيه؟ أنا نسيت، دخلت الأوضة، أنا داخل الأوضة دي ليه؟ مم. هو ده. نفس الحكاية المريض بتاع الألزهايمر، هو عنده مشكلة حقيقية. فده نمنع عنه السكر تماما لدرجه انه لو السكر موجود في علبه زبادي حتى السكر بالفواكه يا يكون كامل الدسم ما عنديش مشكله لكن يكون سكره قليل كوبايه اللبن لو هي سواء عنده سكر او ما عندوش سواء عنده سكر او ما عندوش وعاده بيكون السكر عالي لان في حاجه اسمها انسولين ريزيستنس اللي هو مقاومه الانسولين كمان مم. فالمخ مش بيوصل له السكر اللي عمال يعلى في الدم ده فاهمني بالظبط فهو المفروض ياخد الانرجي بتاعته منين او الطاقه بتاعته طيب. منين من الدهون ومن البروتينز أكتر من إنه ياخد سكريات والهيدن كمان اللي هي السكريات اللي جوه الأكل اللي إحنا مش آه بناخد بالنا آه يعني منها. طب هديله حلويات جواها سكر. لا المكرونة العيش الأبيض. آه آه بالحاجات اللي بتتحول لسكر. بالظبط يعني ناخد بالنا كمان من الحاجات اللي بتتحول لسكر. مم كمان دي بتأثر آه ايه على نفس ايه تأس أنت كنت جبت لي سيرة الألومنيوم. آه الطبخ طبخ في حلل الالومنيوم واستعمال أدوات الأدوات المطبخ لما تكون فيها ألومنيوم أو حتى الألومنيوم فويل اللي إحنا بنقفل بيه الأكل أو بنلف. نلف بيه الاكل وندخله الفرن آه، الصودا كانز الكانز بتاعت الصودا، اه علم. اللي هي علم. بتبقى برده معموله من الالومنيوم دي كلها بتترسب في الدم بتترسب في الكبد وفي الكلى وفي المخ كمان ولها تاثير مباشر فهي مؤذيه للناس العاديه و... طبعًا. وكمان للي عنده الزهايمر تبقى مضره أكثر. طبعا هي طبعا زي ما احنا قلنا انه الاكل سواء كان كويس او وحش مم. بياخد سنين على ما يبتدي يظهر تاثيره فالافضل ان احنا نبتدي نتعلم او نبتدي سوري يعني نستبدل الالومنيوم بال ستيل في الاكل بتاعنا المعالق اللي احنا بنقلب بيها يا تبقى سيليكون يعني خلينا نبتدي بقى نحاول نستخدم الحاجات الهيلثي اكتر الصحيه أكتر. صحية لان هي طيب الناس دي بتبقى غاويه من صغرها شاي وقهوه وبيشربوها بكميات كبيره المنصوح ايه بقى للمرضى كبار السن عموما ولبتوع الزهايمر ايه؟ طيب. يعني اللي كان بيشرب اربع خمس سناجين قهوه م. 10 كوبايات شاي في اليوم سؤال حلو قوي يا دكتور م. ايمن القهوه لو هي فنجان واحد في اليوم او نسكافيه مثلا م. واحد في اليوم هو في ماده بتحسن التركيز م. وكويسه جدا ده ناخده مره في اليوم كميات قليله مفيد بالظبط لكن اخد خمس ست مرات فيبتدي الضغط يعلى ونبتدي ندخل في مشاكل ثانيه كمان خلي بالنا انه القهوه العاديه بتاعتنا القهوه التركي تركي آه. بترفع الكوليسترول الباد آه. كوليسترول اللي هو ال LDL الكوليسترول المضر اه فاحنا لا هو كفايه قوي فنجان واحد في اليوم هيبقى يساعدنا جدا على التركيز الشاي نفس الحكايه الشاي الاحمر والشاي الاخضر الاثنين فيهم مضادات اكسده آه. ما عنديش مانع خالص بس مش كتير برضو مش كتير ولازم ما يكونش بعد بروتين نباتي ايوه علشان امتصاص الحديد البروتين وكيد. الحيواني ما بيتاثرش الهيم اللي هو موجود فيه او البروتين اللي فيه ما بيتاثرش ما يعني ما بياثرش التنين في الشاي على الامتصاص لكن لو بروتين ده حيوي نباتي, نباتي بيأثر. بيتاثر طب نلحق بقى نتكلم على المفيد والحاجات اللي بتنصحي بيها طيب انا طبعا انا محتاجه انه مريض الالزهايمر ياخد يوميا خضار ورقيات عشان ياخد منها كل مضادات الاكسده اللي ناقصه مهم قوي ليه فيتامين سي واي فياخد يوميا كوب من الورق الاخضر كويس آه الخضار لازم ياخده بشكل يومي كمان انا النهارده بحاول اعمل حاجه سهله انها تتشرب وفيها معظم مضادات الاكسده علشان نقدر نديها مريض الالزهايمر هنا بنعمل شرب طماطم أيوة. يا جماعه انا هنا هستخدم آه زيت, آه زيت آه زيتون أيوة. انا عايزه معلقه زيت الزيتون دي بشكل يومي خلاص يوميا شايفين معلقه اهي نقولها للناس اهي على الشاشه أوكي. عصير طماطم ملح فلفل شطه فلفل اسود كركم زيت زيتون ومعلقه خل تفاح اوكي أوه. الزيت الزيتون يوميا انا عايزه معلقه في اكل العيان ده أوه. اكله دايما يكون فيه صوص او فيه او وراه دايما بق ميه عشان يقدر يبلع ما ننساش الميه ابدا مع مريض الالزهايمر أوه. انا طبعا هنا عامله الطماطم عصير اهي هبتدي احط الطماطم على زيت الزيتون طيب هي الفكره ان اللايكوبين اللي في الطماطم ده من اهم مضادات الاكسده وبياثر على المخ وبيحسن التركيز جدا بس لازم يتعرض للحراره عشان الجسم يستفيد منه ولازم يكون مع زيت طيب اوكي توميتو الصغيره فيها نسبه ليكوبين اعلى من الطماطم العاديه طيب. لان القشر فيها اكتر كتير فكمان احنا قلنا قبل كده مهم قوي الكركم للذاكره مهم جدا الكركم كمان عشان استخدمه آه في شروط لاستخدامه علشان الامتصاص زي ما اتفقنا قبل كده فلازم يتعرض لحراره ولازم يكون فيه زيت آه ولازم يكون معاه شويه فلفل اسود صغيرين عشان يساعد على امتصاصه من غير الفلفل مش هيمتص طيب ده سبحان الله هي يعني وفلفل. ده من التركيب آه هنحط مع شويه ملح ما نزودش يا جماعه الملح كتير عشان الصوديوم كتير عشان او احط ملح بوتاسيوم الشطه الشطه احنا اتفقنا انها بتحسن تدفق الدم مش كتير مش كتير مش كل الناس بتحب شطه كتير كويس كده اه حلو كفايه اوكي طيب احنا بعد حاجز الحله دي بعد ما تخلصي يعني ايوه اوكي تمام <applause> اه حضرتك هتاخد كل دي اه اه طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه لطيفه جدا احنا كده حطينا معظم مضادات الاكسده وكمان نقدر نحط بذور كتان لو عايزين ايوه ودي من المشروبات اللي ممكن نحطها في مج ونشرب منها طول اليوم <تصفيق> <تصفيق> يعني مش ضروري تبقى المشروبات كلها شاي وقهوه لا وفي الشتاء ده جميله قوي يعني شوربه طماطم بالظبط مليانه مضادات اكسده ومفيده للمرضى زي الزهايمر اللي هو مش قادر يمضغ، مش قادر يشرب كتير، مش هياكل كتير، معندوش هي. ف... ما عندوش شهيه. طب لغايه ما تغلي وتستوي، أوكي. في ايه تاني؟ تحب ناكله لمريض الزهايمر ويفيد حالته، بيقولوا النتس اللي هي جدا. شبه شكل المخ زي العين الجمل. الجمل. كويس قوي، مش وحش بس احنا ما ناخدش اقل من ثلاث مرات في الاسبوع. آه مش أكثر اللحوم مش اكتر ولا اقل آه عشان نقدر نستفيد أيوة اللحوم الحمراء مرتين في الاسبوع أيوة البقول ثلاث مرات في الاسبوع اذا كان فول او حمص او كده هل بتفضلي لهم البروتين النباتي بخليط من كذا نوع افضل ومالو. من ان انا اكله لحمه؟ هو احنا ناخده ثلاث مرات في الاسبوع لانه عشان كمان اضمن انه ما يجيلوش امساك فيبقى يعني. دايما عندي فايبرز انا مدخله الياف مم. وخلي بالنا مع الالياف دايما لازم يكون في ميه كتير مم. والا تسبب الامساك يعني يفضل ان انا ادي له الياف لكن لازم معاها ميه كتير وهم غالبا كتير. بينسوا يشربوا ميه ما دي بقى هي مشكله المريض الالزهايمر ده يعني لازم كل شويه ادي له ميه وانت كنت قلت لنا مره زمان ان احنا نحاول نلون له الميه ونغير له طعمها عشان ما يزهقش حلو منها حاجه ثانيه برضه اقول لحضرتك عليها آه. أحاول ان انا ادي نحط له. عليها شويه عصير آه حط عليها حاجه حاجه ادي مثلا شويه ايس كريم كمان ادي شويه فاكهه كل ده في الحاجات مية. اللي تخلي فيه لعاب دايما في في الفم عشان آه. ما يبقاش فيه ما ينشفش, آه. ينشفش آه. بالظبط آه. احنا بعد ما خلصنا خالص هنحط معلقه خل تفاح خل تفاح اه خل التفاح معلقه واحده يا جماعه صغيره زي معلقه الشاي على كوبايه الميه دايما مم. آه. بتحسن الانسولين ريزيستنس كمان آه. وبتخلينا نستجيب اكتر يعني للانسولين بتظبط موضوع مقاومه الانسولين, مقاومة عشان, الإنسولين عشان الجسم يستفيد من, من السكر آه. ايوه اوكي حلوه في الشتاء وفي نفس الوقت نقدر نحط كل مضادات الاكسده في حاجه واحده ونشرب منها كذا مره في اليوم تمام <applause> بشكر الدكتوره دنيس على نصايحها الجميله واللي قبل للتنفيذ طبعا اتمنى تكون رحله التغذيه لمريض الزهايمر اللي خدتنا فيها دكتوره أنيس تكون افادتكم وعرفتكم اسرار كانت خفي عليكم شكرا ليكي جدا يا دكتوره ولو فاتتكم اي وصفه او معلومه في حلقه النهارده ادخلوا شوفوها على اليوتيوب واحكوا لاصحابكم وحبايبكم المعلومات اللي عرفتوها وافتكروا دايما ان زكاه العلم نشره قالوا لنا زمان ان الذاكره احسن خادم للعقل وان النسيان احسن خادم للقلب ربنا ينعم عليكم دايما بالنسيان وقت ما تحبوه وتتمنوه النسيان اللي يشفي قلوبكم من كل حزن ويرحم عقولكم من كل فكر ويا رب من كل قلبي بدعي لكم ان ربنا يبعد عنكم النسيان لما يتحول للعنه ويخليكم مرضى بيه للاسف انت وقت فقرتنا النهارده واتمنى اكون قدمت لكم النهارده حلقه مفيده وممتعه اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله بموضوع جديد اوعدكم انه هيكون مفيد وممتع برضه ولحد ما اشوفكم تاني ليكم مني ارق التحيات واشوفكم عافية